الحديث والتفسير والفقه والأصول التي تدرس عندنا في دائرة ضيقة في المدارس الإسلامية، أم إن الله تبارك وتعالى يريد منا أن ندرس السماوات والأراضين، أن ندرس الذرات والكواكب، أن ندرس الجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان، أن ندرس كل شيء؟ يريد الله تبارك وتعالى منا دراسة هذا الكون كله، ودراسة هذه الكوكبة الأرضية التي خلقت لنا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى للملائكة عندما أراد أن يخلق هذا الكائن البشري، هذا الإنسان العجيب، هذا المخلوق العملاق، إني جاعل في الأرض خليفة. ثم إن الله تبارك وتعالى للخلافة الأرضية وللتمكين في الأرض ولأن يكون الإنسان مستخدما للأشياء كلها لله تبارك وتعالى ليعمر هذه الأرض ويعمر هذا الكون بما أراد الله تبارك وتعالى وشاء. قال وعلم آدم الأسماء كلها، فلم يترك اسما، لم يترك مسما، الأسماء كلها. ولقد قال المفسرون وعلى رأسهم الإمام الرازي في التفسير الكبير أن المراد ليست الأسماء التي تستعمل للمنادات، بل هي الخصائص والصفات والمميزات. علم الله تبارك وتعالى خصائص الأشياء وصفات الأشياء واستعمالات الأشياء وفوائد الأشياء ومنافع الأشياء لآدم عليه الصلاة والسلام، ليكون آدم خليفة لله تبارك وتعالى في هذه الأرض، فيسخر الأرض ويسخر ما في الأرض لله عز وجل. ثم إن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء لهذه المهمة العظيمة التعليمية والأخلاقية والتربوية، واختار أخيراً خاتم النبيين محمداً صلى الله عليه وسلم، لا ليكون رسولاً عربياً للعرب فحسب، أو يكون رسولاً لقوم مسلمين، لقوم يسمون مسلمين رسميين روتينيين ورثوا الإسلام عن آبائهم، إسلاما ضعيفا باهتا مختلطا بالأشياء والأشياء. إنما أراد الله تبارك وتعالى ليكون رسولا للعالمين جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج التعليمي الذي منه البداية، لأن الأخلاق النبوية والاجتماع الإسلامي الذي درسه النبي عليه الصلاة والسلام والفرائض والواجبات والمسؤوليات وحقوق الناس وحقوق النساء وحقوق الأطفال وحقوق الحاكم وحقوق المحكومين وجميع هذه الموضوعات التي ندرسها، لا إنها ترتكز على ذلك العلم الذي جاء به وحي الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون وحي الله عز وجل هو الأساس لمخاطبة الهندوس والبوذيين واليهود والمسيحيين، جميع الجنسيات وجميع العرقيات وجميع القبائل. لابد أن تكون رسالتنا عالمية، وأن نتحدث بالتعليم في هذه الدائرة الواسعة العالمية، وأن نختار المنهج التعليمي لا للعلماء حسب المصطلح الخاص، إنما نريد العلماء حسب ذلك المصطلح الذي ذكره الله تبارك وتعالى في آية قرآنية: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء.
من العلماء هنا في هذه الآية الكريمة؟ هل يمكن أن تكون خاتمة الآية منقطعة عن بداية الآية، عن وسط الآية؟ هذه الآية الكريمة عندما تتحدث عن العلماء، أن تتحدث عن علماء النبات وعلماء الجماد وعلماء الحيوانات وعلماء الإنسان وعلماء الأفلاك وعلماء الهيئة وعلماء الطبيعة وعلماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء المخلوقات كلها. فالآية الكريمة لا تخص علما دون علم، إنما تريد أن تذكر العلوم المبسوسة كلها التي أراد الله تبارك وتعالى أن يتعلمها البشر، ليكون هذا البشر يحمل هذا العلم من كل جوانبه، فيفيد العالم كله من جميع الجوانب والنواحي. أراد الله تبارك وتعالى ذلك، ولذلك وجه الله عز وجل أولي الألباب، العقلاء، أصحاب الفكر، المتعلمين، الطلاب، الدارسين، الأساتذة إلى دراسة الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لماذا تركنا هذه الكليات والأقسام للجامعات العصرية العلمانية الإلحادية الغربية الأوروبية الأمريكية الآسيوية الإفريقية؟ ما الذي دعا إلى هذه التفرقة؟ من الذي أقام هذا السد بين العلم الحقيقي والعلم الصناعي، بين العلم بآيات الله تبارك وتعالى والعلم بهذا الكون بعيدا عن الإيمان بأسماء الله والإيمان بصفات الله تبارك وتعالى؟ هذه التفرقة البغيضة بين القديم والجديد، بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة، بين العلوم الشرعية والعلوم التكنولوجية، هذه التفرقة البغيضة جاء بها الإنجليز الذين سلطوا هذه التفرقة على علماء أو على المسلمين في شبه القارة الهندية، سلطوها على مصر، سلطوها على بلاد الشام، سلطوها على البلاد الإسلامية. لم يكن يعرف المسلمون هذه التفرقة من أيام عهد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، إلى عهد بني أمية، إلى عهد بني العباس، إلى عهد الأتراك، إلى عهد المغول، إلى العهود الأخيرة. 13 قرنا لم يعرف المسلمون الإزدواجية والثانوية بين تعليم، بين نظام تعليمي إيماني وبين نظام تعليمي إلحادي. لا بد أن نقضي على هذه التفرقة وأن يكون نظام التعليم توحيديا، ولا بد أن تكون الأمة المسلمة إنما تأخذ بهذا النظام التوحيدي في كل شيء وفي جميع المجالات. وأستميحكم عذرا أيها الفضلاء وإن أطلت في هذا الموضوع، ولكن هنالك شجن في القلب، وإن العالم الإسلامي يحتاج من العلماء المسلمين وقفة صريحة قوية صامدة أمام الفلسفات المهتزة وأمام النظريات الباطلة الفاشلة. إذن لابد أن آخذ بعض الكلمات باللغة الأردية وأستميحكم عذرا. علماء جرامي قدر